زي ما قلت لك مجرد كتابات بسيطة. يعني تقدر تخرج النهاردة؟ طبعا تقدر، بس انت ما قلتليش مين الست دي وحكايتها وايه سر اهتمامك الاوفر قوي بيها. اوفر ايه يا مفيد؟ ست جايه تشتغل معانا ضربوها قدام شركتي اسيبها؟ لا طبعا وتيجي ما يصحش. لا انت توصلها لحد هنا تقعد تطمن عليها تقفل موبايلك الدنيا تتقلب حواليك محدش عارف يوصل لك. ايه اللي حصل؟ انت ما قلتليش ليه انك رجعت الرشا؟ هي كلمتك؟ لا مش هي، لوجي من ساعه ما رجعت من المدرسه بتحاول توصل لك مش عارفه. عايزه تقول لك سمعت ايه من الشغالين في الفيلا بخصوص مامتها. ما تقول يا مفيد حصل ايه؟ رشا اتقبض عليها. نديم انت فين من الصبح؟ انا دايخه عليك، كنت فين؟ قلت ايه في التحقيق؟ ما قلتش، هما اخدوا بصماتي وعينه من شعري، ما انا كتبت لك كل ده في المسج. لسه شايفه حالها؟ انا مش هقعد هنا اربع ايام، اتصرف اعمل اي حاجه. جمال الزيت بيعمل ايه بره؟ ما انا كنت اعمل ايه يعني؟ ما انا مش لاقياك وعايزين ينزلوني الحجز مع المجرمين. قلت اكلم محامي يشوف لي صرفه، ويا ريتني كلمته من بدري، قال له لو كان معايا في النيابه كان زماني خرجت بسهوله. حكيتي له اي حاجه من اللي حصل؟ لا، قلت له ان انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه اتقبض عليها ليه من اصلا. نفس الكلام تقريبا اللي قلته في التحقيق، ووصيته ما يجيبش سيره لاي حد ولا حتى اهلي. هو مش هيجيب سيره لاهلك، هو هيجيب سيره لمصر كلها. وانا يعني كنت اعمل ايه؟ ما انا مش لاقياك، وهو المحامي بتاعنا من سنين. المحامي بتاعنا عشان اسمه كبير، لكن رغاي وبيحب الفضايح عشان يفضل مشهور، ومش هو اللي بعتمد عليه في الحاجات دي. يلا هي فضيحه ولا اكتر. نديم اقف جنبي، هتعمل معايا حركه كده ولا كده انت حر، عليا وعلى اعدائي، وانت عارف جناني ممكن يوصل لحد فين. جمال بيه؟ نديم بيه، أنا قريت المحضر اللي هنا، وبكرة الصبح بإذن الله هطلع على تحقيقات النيابة و تشغلش بالك، الموضوع بسيط. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اتفضل على الدش. ثواني وراجع لك، ما تمشيش. أصل أنا ما تمشيش. نديم بيه، هو الوصول ليك صعب قوي كده؟ قبل أي كلام، ده قرار من النائب العام بمنع النشر. مفيش داعي نعمل فضايح وشوشره وفي الاخر القضيه تبقى متفبركه. متفبركه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وانا اللي هقول لك يا مجدي بيه، انتوا باي حق تاخدوا مراتي من بيتها وتتهموها بانها كانت مع راجل غريب؟ تمام. نديم بيه، لو سيادتك تحب تفتح محضر بالكلام ده انا ما عنديش مانع. ولا نخليه الصبح مع النيابه؟ ليه الصبح؟ تفتح محضر حالا وتثبت فيه ده. اللي هو ايه؟ ده ريسيت من الاوتيل اللي كنت سهران فيه انا والمدام، نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وثابت هنا انها دفعت بالفيزا بتاعتها، وعندك التاريخ باليوم والساعه والدقيقه، وفي شهود كمان. مش مدام نديم فخري اللي تعمل كده. امال طلقتها ليه يا نديم بيه؟ ولسه في حد بيصدق الجرايد؟ أنا بصدق في الجرايد حاجة واحدة بس، صفحة الوفيات.
ثم انت خدت المدام منين؟ مش من بيتي؟ دي تبقى لعبه كبيره قوي يا مجدي بيه، تصفيه حسابات يعني، وانا لو اتكلمت البلد تولع، والبلد مش ناقصه. نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحة الحوادث. بلاش ابتزاز. قشطه يا برو، انا والملفاية طالعين على الخن، يلا حصلنا. وهي عملت لنا ايه في الاخر غير انها لبستنا في الحيط وخلتنا نقع على الفاضي؟ بزوري امي تابوكي بعد ما مات يا مدى. اللي انا قلت عليها يمشي. قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحترام. حضرتك بتقول انك لقيتوها في اوضه نوم. يا ريت بقى تقولي لنا اللي حصل لما رحت مع تامر بيه. مش عملتي محضر بضياع الدبله؟ والملفاية بقى تبقى صاحبه الدبله دي؟ ازاي البيه الخبير يقول في تقريره اني مزوره عنده ابويا؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ المفايه دي تبقى رشا محجوب مرات نديم فخري. وحلني على ما اثبت للمحكمه انه دي مش انا. ايه ده انتوا لقيتوها؟ انا ورشا رجعنا لبعض في مانع. انت مجنونه، ازاي اتصورتي معاها بالشكل ده؟ انت رح تتجوزها على طول، دي خرصه. مريم لطفي جرحي؟ امضي لي هنا لو سمحت. هي ما بتتكلمش ولا ايه؟ لا، اصلها تعبانه شوي. الف سلامه. ده انذار بالطاعه من جوزك. خلاص خلاص فهمت. امضي وخلص هنا. انت فين؟ ايوه يا حبيبتي، مالك؟ في ايه؟ طب ممكن تفهميني انت مخدوده كده ليه؟ خلص اللي قلت لك عليه وارجع لي كمان نص ساعه. حاضر يا فندم. وهي مريم صغيره يا حبيبتي، شويه وهتلاقيها راجعه. محضر؟ طيب اوكي. بص انا عندي ميتنج مهمه دلوقتي، اخلصه وارجع على طول. اوكي حبيبتي، يلا باي باي. اللي ناقصاك انت كمان يا مريم، مش كفايه اللي انا فيه. ملك يا جم. ايه ملك؟ اسود مستر نديم، الحق ملك بتتضرب تحت. افندم ملك بتتضرب. طب بلغي الان بسرعه. الله الله، مدام ملك، مدام ملك، مدام ملك. طب قومي معايا، قومي معايا، قومي معايا. هات العربيه بسرعه، اجري بسرعه.
أنا فين؟ اللي جابني هنا؟ اهدي وطمني خالص، أنت كويسة وبخير وزي الفل، ما فيكيش أي حاجة. هو إيه اللي حصل؟ ومين دول اللي عملوا فيا كده؟ ما تفكريش في حاجة دلوقتي. أنا ما أعرفهمش. هما مين دول؟ كانوا عايزين مني إيه؟ نطمن عليك الأول وبعدين نشوف الأسئلة دي. إيه يا مفيد؟ مبدئياً كدمات بسيطة هتتعالج بمرور الوقت، لكن عشان نطمن هنعمل إكس راي. جهزي لقطة الأشعة بسرعة وخلي حد من دكاترة العظام يجي لمكتبي فوراً. حاضر. اتفضلي. إيه وهرجع لك تاني. أوكي. الحمد لله. ألم فظيع. مفيش حاجة إن شاء الله. أنا مش فاهمة إيه اللي حصل. وهما كانوا ماشيين ورايا ولا كانوا عارفين إني جاي لك ولا كانوا مستنييني؟ مش قلنا ما نشغلش بالنا دلوقتي؟ ما نشغلش بالي إزاي؟ دول كانوا عايزين يموتوني. أخاف كده. في واحدة فيهم قالت اسمي، ندهت عليا بالاسم. اللي يعمل العملة دي مش راجل، اللي تبعت ستات دي أكيد واحدة ست. أنا مش عارفة، مش عايزة أظلم حد. لا دي واحدة عارفة كويس قوي إن أنت جاية وعاوزة تمنع إنك تشتغلي معانا تحت أي ظرف من الظروف. إيه الكلام ده يا أميرة؟ تهيألي هي دي الحقيقة يا مستر مدين، وبكره البوليس ياكد كلامي. بوليس؟ لا بلاش بوليس. بلاش ليه؟ انت مش عايزه تعرفي مين عمل فيك كده؟ اه طبعا عايزه اعرف. بس بلاش. بس ايه؟ مفيش داعي، مفيش داعي للبوليس. الله، مفيش داعي يعني ايه؟ ده زمان امن المجموعه بلغ. لا الحقيقه يا اميره لو سمحتي، الحقيقه واقول لهم مفيش داعي. انت في حاجة خايفة منها؟ لا مش خايفة من حاجة، بس بعدين. لا يبقى في حاجة انت عارفاها ومش عايزة تقوليها لنا زي ما تحبي. ملك، انت خايفة اسم مستر نديم يجي في اي حاجة ويحصل شوشرة؟ صراحة اه، بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي مخوفاني. حاجة تانية بس مش هعرف أقول عليها دلوقتي. انت خايفة تكون رشا هي اللي عملت كده زي أميرة ما بتلمع؟ لا أنا دماغي ما راحتش لرشا خالص، أنا دماغي راحت لحد تاني. حد تاني مين؟ تايه تايه تايه؟ تسافر لوحدك من غيري؟ ليه ان شاء الله؟ لا ده الموضوع في انا. لا انا ولا كان، انا هاخد بنتي واطلع شرم يومين. لا والله، وانا ايه؟ هوا فراغ مش موجوده. بالعربي كده واجيبها لك على بلاطه ومن غير لف ولا دوران، البنت ما بتقبلكيش. ليه يا حازم؟ ليه ما بتقبلنيش؟ بعض جرى يا حازم؟ هو انت كل ما تروح للي ما تتسمى دي ترجع قلب عليا؟ وسام لو سمحتي. لا بقول لك ايه، انا مش هخاف من صوتك العالي المره دي واتهد. عايز تسافر رجلي على رجلك، شغل الاونطه ده ما ياكلش معايا. هو انت ايه؟ والله العظيم انت ما انت فاهمه حاجه. لا فاهمه، انا مش حماره. تلمستك مش حماره يا دكتور. دي خطه امريكاني مرسومه، انت تاخد البنت وتسافر من هنا وهي تحصلكم من هنا، وكلمه في غنوه في حدوته الميه ترجع لمجاريها. ميه ايه ومجاري ايه؟ في طالبه جامعيه تقول الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ امال عايزني اقول لك ايه وانا بيتي بيتخرب؟ بيت ايه اللي يتخرب عشان هسافر مع بنتي يومين؟ بص يا دكتور حازم، ومن الاخر سفر لوحدك مفيش، رجلي على رجلك، اتفقنا؟ لا ما اتفقناش. واهدي يا اسامه وحط عقلك في راسك، انت عارفه لما الجنونه بتاعتي بتطلع انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هتطلقني؟ ما انا عارفه. ما انت اشتريت رخيص خلفه ومنعني منها عشان ما تربطش نفسك، ولما تبقى عايز تخلع تخلع بحريتك. ايه الكلام الخايب اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلام خايب يا حازم، دي الحقيقه. الكلام الخايب هو بتاع مستقبلك ودراستك والجامعه، هو ده الضحك على الدقون. الحقيقه بقى انك اتجوزتني انا
عشان تغزها بيا. اغزها بيكي؟ لا انت مخك فوت على الاخر. طب رد رد يا اخي يمكن خبرها ونخلص منها. انت ما تعرفيش تسكتي ابدا؟ لا ما بعرفش اسكت ابدا. ايوه رانا. اه حبيبتي كلمتي مامي في موضوع السفر؟ ايه مامي لسه ما جاتش؟ طبعا ملهاش كبير ولا حد يشكمها. قفلت تليفونها؟ عشان تتسرمح براحتها. اخلصي بقى. لا يا حبيبتي مش انت. اه فهميني انت اخر مره كلمتيها امتى؟ وطنط مريم راحت فين؟ يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك. يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي هاديني مريم. ايه المفاجاه الجامده دي؟ ده انت هو انت ولا انت مش انت؟ لان الحاجات دي مبقتش مضمونه يعني اليومين دول. لا انت تعالي. طب تعالي انا كنت وحشاني البرفيوم بتاعتي. اقعدي بس اقعدي. انت مالك مقلقه ليه؟ في ايه؟ في ايه يا مريم؟ في ايه يا مريم؟ ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. تعالي بس تعالي. الله في ايه؟ ده انا قلت عيلتي اول ما جالك الانذار وقلت معايا المفتاح وعارفه العنوان. وبعدين انا زعلان منك. لا بجد زعلان منك. ايه انت لابساه ده؟ مفيش حته كده شفتيشي حاجه بترتر بتلمع. بيبي دول من اللي موجودين جوه. الله طب انت جايه ليه بقى؟ اللي هو ايه ده؟ انت جايه عشان عايز تطلعي؟ قولي لاختك خليها تجيب الخمسة مليون وانا ارمي عليك يمين الطلاق تاني يوم. على تاني يوم ليه؟ ده انا اطلقك في ساعتها واديك الفيديوهات والشرايط وكل حاجه والصور. بس لغايه ما ده يحصل بقى انت مراتي يا حبيبتي. تعالي بس جوه كده نظبط بعض. طب وحياة امك مفيش خروج من البيت بقى على فكره. لا خفت انا والله. ارمي يا بنتي هبل البتاع اللي في ايدك دي ارميها. ليسي انت يا عم ليسي. ايه ايه الحكايه؟ مش عربيته المركونه بره دي؟ ايوه هي عربيه. يعني جوه المفروض. وسعيلي بقى كده شويه بقى. ايوه يا جماعه ما تظلموش يا جماعه. ممكن يكون بيستحمى بس ولا كده يكون نام. نام ازاي يعني؟ يقول لنا هسبقك عشان ارتب القعده وبعد كده يجي ينام. تتكلموا كده مش كلموا. بيردش يا جماعه. انا سمعت جرس جوه وبعدين انتوا ازاي ما سمعتوش؟ انا بيتهيألي ان انا سمعت جرس بس انا مش متاكد بصراحه. يا جماعه انا مش بيتهيألي.
انا متاكد ان العيل ده جوه. طب لما هو جوه منفض لنا ليه؟ ممكن يكون شاط واحده كده ولا واحده كده ويظبط حاله. ده عبيط يا ابني. هو ليزي بتاع الحركات دي ليزي بيبقى مركز قوي في اللي بيقع عليه. سنين معاه جوه دي مش شاط. طب احنا هنفضل واقفين كده كتير ولا هنمشي ولا هنكلمه تاني ولا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره. انا هكسر الباب وهقفشه متلبس. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا بينا. ايه يا جماعه انتوا عاوزين تخسروه ولا ايه؟ ما تهدى. ما خسرنا بالحركه البلدي اللي عاملها فينا دي. اهو شوف بيقول لك ايه؟ يا اخوات افتح لنا عادي احنا مش هعمل حاجه ولا هقطع عليه هنتفرج بس. ليسي افتح يا ليسي افتح يا ليسي. شوف النادل ده حلل لنا ازاي. افتح يا موكوس. ايه ده؟ استنى استنى استنى، ده بعت مسج يا معلم. بقول لك العيال الواطي ده جوه وسمعنا. ومش لوحده فعلا. يقول لنا نلم الدور كده ونمشي عشان ما واحد نمشي. ده عند ام لولو. تعالى هو علي بقى كده يا معلم. تعالى. هتعمل ايه يا مجنون؟ شوف انا هعمل ايه. انت هتقعد تتفرج عليا؟ خلاص خلاص اهو. ادي هخبط اهو. تستفيدوا ايه بس لما تعملوا معاه كده؟ هتخلوه يخسر الموز اللي هتجيب له هدايا وتاخدوها انتوا منه بنص الثمن؟ يلا 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 سيبوه براحته. يلا بس كده يعني. خلاص بقى في ساعة رولك اوريجن ب 10,000 جنيه يا شريف. هو يعني كان دافع حاجة من جيبه؟ احترمي نفسك يا وسام. حازم لو نزلت والله العظيم هترجع معاها هتلاقيني في البيت. ما انا مش ممكن افضل قاعد وسايب بنتي خايفه ومخدوره لوحدها. انا ازاي؟ انزل يا اخويا لف ودور في المستشفيات والاقسام على هانم واختها. ما يولعوا بجاز، احنا مالنا؟ وبنتي؟ مالها بنتك؟ ما هي متهببه لسه مكلماك في التليفون وكويسه. بقول لك قاعده لوحدها خايفه حرام عليكي. قاعده في بيتها مع شغالتها. ثم ايه اللي مسهر بنتك لغايه دلوقتي؟ ما تخش تتخمد تنام. ياكش يجي لنا خبر امها الصبح ونرتاح. بقول لك ايه يا وسام؟ اخس الشيطان وخليني انزل اجيب بنتي عشان اليوم يعدي على خير. على جثتي يا حازم لو نزلت. تليفونك معاك، كلم البت للصبح وابقى احكي لها يا اخويا حكايه ام 44 ومغامرات اختها الصايعه لغايه ما نشوف جوز الغربان دول كانوا في انهي داهيه. ده لو كانوا اساسا خرجوا مش قاعدين في البيت وبنتك بتشتغلك كالعاده. دي كدابه. وايه اللي هيخليها تكذب بس؟ بتكذب زي امها كدابه. بتدحرجك، بتدحلبك، بتجرجرك. كهن نسوان انا عارفه كويس. ايوه حبيبتي. عامله ايه دلوقتي؟ مامي لسه ما جاتش؟ يا حنين. طب معاكي نمره السواق بتاعها؟ سواق يا اخويا اللي هتاخده في مشاوير مندي. ها وقلت له ايه؟ قلت له اللي حصل. بعد ما وصلت حضرتك شركه نديم بيه ورحت مشوار ورجعت بعد نص ساعه وفضلت قاعد مستني حضرتك تحت لغايه ما بتوع الامن حكوا لي على كل اللي حصل وادوني عنوان المستشفى جيت على طول. اكيد رنا كلمته، ما كنتش عايزاها تعرف حاجه زي دي. تلاقيها مخضوضه دلوقتي. فين اللي هي فيه؟ لقيتي لي الموبايل؟ يا حبيبتي السكيورتي لقوا سجلها اللي كنت بتسالي عليها وطلعوها من المكتب عندي. طب كلمها لي، كلمني رنا بسرعه. مش معايا رقم. هات هات. يا رب بس ما يكونش قالها، اصل انا عارفه اسلوبه كويس. وانت ما كانش المفروض تقول حاجه زي دي قبل ما ترجع لي الاول. حاضر. تليفونها مشغول. اكيد بتطلبني. كلم الرقم اللي كلمك منه حازم، قول له ان انا كويسه وانك فهمت غلط. وانا في ميتنج. يلا اطلبه من بره يا ناصر. حاضر. بقول لك رامي هريني مكالمات ومسجز اعمل ايه؟ اقول له لا ما تقوليش حاجه لحد يا اميره، مش عايزين نعمل مشاكل للراجل. كفايه انه سايب مكتبه وشغله، مش راضي يمشي من هنا غير ما يطمن عليا.
طب عايزه اقول لك بقى، شكلها رشا مراته هي اللي عملت فيكي كده. So your father said she's in a meeting. Calm down. بس أنا مش مطمنة. في حاجة غلط. بابي كان صوته مش كويس. مامي؟ يا روح الماما. وحشتيني قوي حبيبتي. أنت كمان. إيه ده؟ حبيبي لسه صاحي. هاي سادو. إيه ده برضه تأخري عليا كل ده؟ معلش يا حبيبتي غصب عني، أنا آسفة. ماشي. بس فاتي مش تتأخري بقى علي. إيه؟ حاضر هروحي. في إيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، أصلي وقعت وأنا نازلة من المكتب. بس أنا أهو قدامي كويسة وزي الفل، متقلقيش. ماشي. طب ما اتصلتيش بيا ليه؟ اتصلتش بيكي عشان لما وقعت تليفوني وقع كمان وشنطتي وانكسر. بعدين مش بابي يكلمك وطمنك؟ خلاص سيبك مني دلوقتي وقوليلي. هي طنط مريم رجعت من برا فوق في اوضتها. ما قالتلكيش كانت فين؟ طيب حبيبي اتعشى؟ استني كتير روح يعني. بقولك ايه، انا هطلع اخد شاور بسرعه وانزل على السريع نتعشى مع بعض. اوكي يا ولد، استنيني راجع حالا. حاضر. سادو prepare the dinner please. مامي. ايه يا روح المامي؟ هي طنط مريم متجوزة؟ مريم. ما قلتيش يعني انك يوم الحادث كنت سهرانه مع الباشمهندس نديم. اتلخبطت من كتر الخضه اللي انا فيها، نسيت كل حاجه. ودي حاجه تتنسي برضو؟ يوميها انا كنت سهرانه. يوميها كنت مع تامر، وتحريات المباحث بتقول انك خرجت مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده.
انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي وفي فواتير وشهود بكده. وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر وانكم خرجتوا مع بعض ورحتي مع بيته. ما حصلش كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا. لما تجيبوا ست محترمه من بيتها وتقبضوا عليها يبقى ظلم وافتراء كمان. طب يا ستي عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافتراء هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك.